هذه إحدى مستشفيات تعز في اليمن بعد أن اكتظت بجثث ضحايا جرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في سياق انتهاكاتها التي لا تتوقف ضد سكان هذه المحافظة. قصف صاروخي نفذته الميليشيات على منطقة بلاد الوافي في مديرية جبل حبشي التابعة لتعز. القصف خلف ضحايا بينهم امرأة، فيما أصيب 5 آخرون بجروح مختلفة. ذوو الضحايا من منطقة بلاد الوافي شهدوا ما عدوه جريمة مروعة بعد نجاتهم بأعجوبة منها، متحدثين عن تفاصيلها. حصل أمس إن الحوثي استهدف القرية حقنا كاملة بالقذائف قريبة وبعيدة، حتى إنه توسط للبيت حق الوالد رحمة الله عليه بقذيفة ضربت وسط مطبخ حق البيت، مما أدى إلى اشتعال الحريق كامل وسط البيت وتفجير دياب الغاز. وكان من الضحايا زوجة أخي عبد السلام وأختي، طبعا مكسر داخل بالمستشفى الآن في عمليات بعين مركزة، وأخي برضه حصل له حريق بالأواجه والأيدي والأرجل حتى ما عرف ينزل. نعيش مأساة إنسانية، وهذه الميليشيات لا تعرف سوى قتل الأطفال والنساء وبث الرعب بين السكان، يتحدث بحرقة أحد أهالي منطقة بلاد الوافي. نحن نتعرض إلى إبادة شاملة، القذائف تنهال علينا من قبل الميليشيات الحوثية من كل مكان، هم لا يفرقون بين مواطن ومقاتل. ويؤكد سكان منطقة بلاد الوافي أن ميليشيا الحوثي تنتهج أسلوب القصف العشوائي على منطقتهم في عملية إبادة جماعية لسكانها، حيث أدى القصف المتكرر إلى إغلاق المدارس خوفا على حياة الأطفال والمدرسين، ما تسبب بتعطل العملية التعليمية في المدينة. ويعزو مراقبون تصاعد اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في تعز إلى وجود نزعة انتقامية للميليشيات من جراء تكبدها خسائر ميدانية فادحة في مأرب وتراجعها استراتيجيا أمام التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية.